السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناة المحترف للتقنية. النهاردة يا شباب معانا الطقم الجميل دوت، طقم بنسر وقصافة والبنسر ببوز، ماركة توتال، خدمة شقة. الطقم ده احنا شايفين 3 قطع، هو الطقم كله كده يا جماعة. ادي الزرادية 8، وادي القصافة، وادي البنسة بوز رفيع، ادي ماركة توتال، والخدمة الشقة. الطقم زي ما احنا شايفين كده اهو، ادي الفيتشرز اللي عليه. نيجي هنا كده ونشوف، دي بنسة 8، وادي قصافة 7، وادي البنسة المبوز اللي هي 6. ماركة توتال من الماركات المحترمة، والعدد اليدوي اليدوية بتاعتها عدد محترمة. وفي النوعين من العدد، التوتال في اللي هي الخدمة الشاقة، وفي اللي هي العدد العادية. لا، الطقم اللي معانا دوت خدمة شقة يا جماعة، وادي الموديل بتاعه. نشوف الطقم مع بعض ونجربه. اهو يا شباب، ادي الزرادية، الماتيريال بتاعتها جامدة، دي خدمة شقة يا جماعة، ما يستغناش عنها. كهربائي، صنايعي، ايا كان، في البيت، للهاوي، للمحترف. من شايفين عندي ستيريال صناعي، وادي القصافة. شوفوا يا جماعة القصافة الفك بتاعها بيفتح قد ايه، شايفين؟ شايفين الفك؟ مش هتلاقي قصافة تفتح للآخر كده. السلاح ده يا جماعة قوي جدا، وهنشوفه مع بعض دلوقتي. هنا برضو شايفين الفك بيفتح قد ايه، شايفين من جوه. لو الكاميرا تقرب شوف التقسيمة اللي جوه ديت، شايفين؟ شوفوا يا جماعة السلاح ده قد ايه. الخامة، خامة جامدة، خامة جامدة قوي يعني. نيجي للبنسة الرفيعة، شايفين؟ يا ريت بقى الكاميرا تقرب وتورينا التقسيم من جوه عامل ازاي. حاجة صناعي يعني، حاجة معمولة انها تقعد معاك. تمام، دي يا جماعة في شغل الكهرباء ممتازة جدا، في شغل الكهرباء ممتازة ممتازة ممتازة. أولا تريحك جدا جدا في شغل الكهرباء، وإن أنت يعني تشتغل بيها تعتمد عليها. نشوف مع بعض، شايفين يا جماعة؟ ده مجموعة كابلات، شايفين؟ إحنا هنشيل دي كلها كده، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. ده مش كابل واحد، دول الثلاث كابلات مع بعض، شايفين؟
شوفوا يا جماعة كمان القصفة، القصفة عاملة ازاي، شايفين القصفة اهي، بسم الله ما شاء الله. شايفين هنا البنسة، شايفين ايه اكتر من كده، بسم الله ما شاء الله. يعني انا شايف ان الطعم دوت يا جماعه يعني شبيه جدا بحاجه زي التايواني، حاجه زي قريب قوي من الالماني، يعني نقول ماشي بفرق طبعا الصيني والالماني، لكن طعم محترم جدا 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 جدا، بتعمل بيه كل حاجه في شغل الكهرباء، تصليح اي حاجة عندك في البيت، شغل هاوي شغل محترف، طقم يعتمد عليه ومش غالي، رخيص جدا ومتوفر بكثرة جدا 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 عند محلات بيع العدد اليدوي، يعني مش هتدور عليه، لا هتلاقي ان شاء الله. بس لازم يعني نفرق ما بين البنسة ديت والبنسة المعزولة اللي هي بتبقى اليد بتاعتها حمراء، اللي هي بتبقى 1000 فولت، نفرق ما بين دي وما بين المعزولة اللي هي بتشتغل في كهرباء وفي 1000 فولت. ادي كان معانا طقم زردية قصافة وبنسة توتال، تمام. ده كان فيديو معانا، يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون الطقم الحلو الجميل الظريف دوت نال رضاكم وعجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل في زر الجرس وتعليق الجميل، واي حد عنده استفسار انا هرد عليه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.